اهلا بكم. اربع احلام ربنا سبحانه وتعالى بيرسلهم ليك عشان يخبرك انك انت شفيت تماما من السحر. ربما انك انت تشوف الاحلام ديت اثناء استخدامك للرقيه، او ربما انك انت تشوفها في حياتك الطبيعيه. عشان كده عايزك تركز معايا، ولو شفت حلم من الاحلام ديت اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى نجاك من السحر من غير حول منك ولا قوه. قبل كل شيء عايزك انك انت تدوس لايك، ولو اول مره بتسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس، وخلونا مع بعض نبدا. اول حاجه يا اخي الكريم، ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، ومهما كان السحر متشابه بيك فاعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيرسل لك علامات. العلامات ديت بتكون عباره عن رؤى، الرؤى ديت لما بتشوفها تستبشر خير من بعدها مباشره ان ربنا سبحانه وتعالى نجاك من السحر. ما شفتش في مره من المرات انك انت بتاكل اكله معينه وفجاه لقيت شعر بيخرج من فمك بعد الاكله ديت، او مثلا حسيت انك انت بتشد خيط وعمال تسحب من الخيط ده، والخيط ده يعني سبحان الله ملتصق في المعده، وتحس انك انت يعني هترجع وتصحى من النوم فعلا، تبص تلاقي نفسك في حاله من حاله الغثيان، عندك غثيان شديد قوي عايز انك انت ترجع ومش قادر. الرؤيه ديت بتكون عباره عن ايه؟ عباره عن بشاره طيبه من ربنا سبحانه وتعالى ليك ان الله عز وجل نجاك من السحر اللي انت كنت بتعانوا منه. فلو انت مصاب بسحر وعارف انك انت مصاب بسحر، استمر على الاستماع للرقية الشرعية. اما اذا كنت انت شفت الرؤية ديت وما يعني ما بتستخدمش الرقية الشرعية، واساسا ما عندكش يعني قناعة انك انت ممكن تكون مصاب بسحر، فاعرف ان ده بلاء. البلاء ده ايضا بيكون عباره عن سحر ربنا سبحانه وتعالى صرفه عنك. الرؤيه الثانيه من ضمن الرؤى، ربما ان الانسان يكون متابع معركه معين، شيخ معين انت متابع معاه، الشيخ ده فجاه تبص تلاقي نفسك انك انت بتصلي وراه، او بتصلي بجانبه، او بتصلي بامام. فلو انت مصاب باذى من جن، سواء كان الاذى ده سحر ماكول او سحر مرشوش او سحر مدفون، استبشر خير بالرؤيه ديت، لانها بتكون عباره عن بشاره طيبه من ربنا سبحانه وتعالى ليك ان هو نجاك من السحر اللي انت بتعاني منه، وان الشيخ اللي انت ماشي معاه ده شيخ جيد، فحاول انك انت تستمر معاه. الرؤية التالتة انك انت تشوف نفسك وسط مقابر وفي حد بيجري وراك، وحد بيحاول ان هو يأذيك وانت بتجري وهو عمال بيجري وراك، وفجأة خرجت من المقابر ديت على خير. استبشر خير بالرؤية ديت يا اخي الكريم، واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى نجاك من سحر كان مدبر ليك، والسحر ده بيكون سحر مدفون في المقابر. الرؤية الرابعة والرؤية الاخيرة معانا، ان الانسان يشوف نفسه وسط مجموعة من الكلاب، والكلاب ديت محوطة من كل مكان وبتحاول ان هي تعضه او بتحاول ان هي تاذيه، لكن ربنا سبحانه وتعالى ينجيه من الكلاب ديت. فلو شفت الرؤيه ديت يا اخي الكريم استبشر خير بيها، واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى صرف عنك سحر. ولو اي حد من الناس الكرام اللي بتتابعني كانوا بيعانوا من سحر وشافوا رؤيه غريبه، حسوا بعدها ان عندهم عمليه غثيان او ان جسمهم اصبح نشيط بعد الرؤيه ديت، يا ريت يضعوها في كومنت اسفل الفيديو عشان متابعينا في قناه تفسير الاحلام يستفيدوا من الرؤى بتاعتهم، بحيث لو شافوها بعد كده يعني يعرفوا ايه تفسيرها. لان سبحان الله الرؤى بتنطبق على اشخاص عده، يعني مثلا واحده شافت انها لابسه فستان، ربما الفستان ده يكون خطوبه ليها لو هي عزباء، او متزوجه ربما يكون حمل بنت او خروج من مشكله. فتجارب الحياه مع عده اشخاص بتنطبق على الاخرين احيانا. فلو شفت اي رؤيه وحسيت بعدها انك انت خفيت من السحر، يا ريت تضعها في كومنت اسفل الفيديو عشان متابعينا في قناه تفسير الاحلام يستفيدوا من تعليقك وتجربتك. ولو انت عندك اي وصفه بتقضي على السحر، يا ريت تضعها لينا ايضا في كومنت، او برنامج علاجي مشيت عليه وجاب معاك نتائج طيبه، ضعه في كومنت وانا بعد كده هعمل حلقه على الكومنتات بتاعتكم. ولو عندك اي رؤيه بتخص موضوع خروج شعر، او مثلا خروج زجاج من الفم، او خروج ديدان من الفم، او خروج مثلا يعني دم من الجسد، ضعها في كومنت وهفسرها ليك. لان الاحلام اللي بتدل على خروج السحر كتيره جدا، مثلا خروج دود، الانسان يشوف ان في دود بيخرج من جسمه او اي عضو من اعضاء جسمه، يستبشر خير بالرؤيه ديت، واعرف ان خروج الدود من الجسد دليل على خروج مضره منه. كذلك ايضا خروج الدم، ربما انسان يشوف ان في دم بيخرج من اي عضو من اعضاء جسده، يعرف ان خروج الدم ده ايضا خروج مضره من الجسد وازاله مكروه منك باذن الله جل وعلا. وايضا من ضمن الرؤى اللي بتدل على السحر والنجاه منه، ان الانسان يشوف نفسه مربط باحبال او في عقد من احبال كثيره، والاحبال ديت يعني ايه انفكت عنه. دي احلام بتدل على شفائك من السحر. فلو شفت اي حلم منهم ضعه في كومنت اسفل الفيديو، وما تنساش لو عجبك المقطع ده انك انت تدوس لايك وتضغط زر سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام. لكم اطيب تحيات، اخوكم يوسف احمد، دمتم في امان الله.